خلال الأيام القليلة الماضية، لجأ سائقو السيارات والمركبات إلى المحطات الخاصة رغم عدم التزام بعضها بالسعر المحدد، هروباً من طوابير طويلة وإغلاق المحطات الحكومية بساعة تعتبر مبكرة بالنسبة لحركة العاصمة المؤقتة. هنا كان في بعض خروقات من بعض المحطات الأهلية، وقامت ببيع بكمية سعر زيادة، وتم النزول لها وتم توقيف التموين عنها وإجراءات قانونية عليها في الشركة. رغم الجهود التي تبذل لتوحيد سعر الوقود في جميع المحطات الرسمية والخاصة 6600 ريال لعشرين لتر بعد أن تجاوز السعر 7000، وإنهاء أزمة الطوابير الطويلة، تقول العراشة مدير شركة النفط أن خفض سعر المشتقات النفطية خارج عن الاختصاص الوظيفي للشركة، وتبرر إغلاق محطات تزويد الوقود الحكومية في الساعة 6 مساء تقريبا لأسباب أمنية تتعلق بالخوف على نقدية المحطات من السرقة، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة. كشركة نحن اللهم يعني مهمتنا نحن الأساسية هي تسويق المواد النفطية. موضوع التسعيرة هذا يخضع لجهات عليا من مجلس الوزراء ومن وزارة النفط، هذا نقاش يتم في إطار هذه الجهات العليا. توجد هناك إيرادات في إطار المحطات، عمل في لو يستمر إلى أوقات متأخرة، يعني ليس هناك الضمانات الكافية لعمل المحطة إلى وقت متأخر. يطالب المواطنون في العاصمة المؤقتة الجهات المسؤولة بتوضيح مشهد سوق الوقود والمصافي وبخفض سعر الوقود الذي يمثل ثقلاً على كاهل المواطنين لدرجة جعلتهم عاجزين عن شرائه. دور فوق 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 حاجة المواطن، فوق طاقة المواطن، اندعس المواطن إلى أقصى حد، ولا فين رايحين بالمواطن مش عارفين، المسؤولون الكبار هبارين مجرمين، ايش عدنا نقول فيهم؟ لانه هذا يقل في المبيعات لنا، لانه الشخص اللي بدل يعبي دبه دبتين يعبي فول يعبي له نص دبه او 10 لتر، يعني اقل من شيء، عشان كذا يقل لنا ويعور احنا في التعامل مع حتى مع تعاملنا مع الشركات الاخرى هذه. المواطنون في مدينه عدن يواجهون بعجز الازمات الاقتصاديه المتعاقبه في ظل صمت يكشف عن تقاعس الحكومه في إيجاد حل ينهي تفاقم الأزمات الاقتصادية. حنين جمال، بلقيس، عدن.